بس إذا بتسمحوا تعطونا شوية وقت لنعرض الفكرة الكاملة، لأنه رسالة فخامة الرئيس كانت لتفادي سابقة دستورية ممكن يقع فيها البلد ووقع فيها، وكانت بتهدف لأمرين. كل كلام غير هيك يعني خارج عن سياق، لا إما حس المجلس لانتخاب رئيس أو لأخذ الموقف الملائم بموضوع تأليف الحكومة، لأنه تيقن فخامة الرئيس أنه في استعصاء وتعذر لتأليف الحكومة بإرادة واضحة من رئيس الحكومة. وكل الكلام يلي انقال جوا بغياب فخامة الرئيس ما له قيمة أو مصداقية طالما مستغيب فخامة الرئيس. وأنا رديت عليه جوا بتصريح واحد لدولة الرئيس مئاتي بيقول فيه للال بي سي، هلأ راحت الشاشة فيك، بيقول لا أرى مصلحة، معلي ما تاخذونا على الحرف، لا أرى مصلحة، هيدا نهار الأحد، لا أرى مصلحة في تأليف حكومة في الأيام، لم أرى مصلحة في تأليف حكومة في الأيام المتبقية، ورأيت الأفضل البقاء على حكومة تصريف الأعمال لأن لا شيء سيتغير. وبالتالي الإرادة السياسية بعدم تأليف الحكومة كانت واضحة، والحالة الفريدة الأفضل أن أعمل في الحكومة الحالية لأن لا شيء سيتغير. صحيح، يعني خيرنا التليفون ما تأخذونه. فالحالة الفريدة أو السابقة الدستورية اللي عم نحكي عنها هي ناتجة عن أمرين، عن أنه رئيس الحكومة المكلف لم يرى مصلحة في تأليف الحكومة ولم يعتذر، وما في إمكانية بالنص الدستوري لفخامة الرئيس أنه يسحب هالتكليف تبعه، وبالتالي أوقعنا في فراغ حكومي بتعمد منه إضافة للفراغ الرئاسي. ويلي كان منكم امبارح عم بيغطي أمة الجزائر بيعرف تماما شو عم بقول بدون ما وضح، لأنه أصحاب العلاقة بيعرفوا شو كان مطلوب يطلع بالنص وشو طلع، وشو كان مطلوب يطلع اليوم بالتوصية تبع المجلس النيابي أو الموقف من قيام جبران على الهواء. التصريف الآن أنا جاهز وعم يحكي جبران بس هي على الهواء، في فرق بين حكومة مكتملة الأوصاف وحكومة تصريف أعمال. فإذا الوضع الفريد هو ناتج عن عدم تأليف حكومة بكون خلص جبران بإرادة بكون خلص جبران الحكومة. بكون خلص بكون خلص واثنين عن عجز المجلس النيابة عن انتخاب رئيس بالجزء الأول. أوكي. عدم التأليف هيدا موضوع بشكل سابقة كتير خطيرة بنظامنا وبدستورنا، لأنه شو ما كانت الأعذار، إذا لا مصلحة أو إذا ما فيها تعمل شيء لحكومة أو إذا الأولوية لانتخاب رئيس وبالتالي هلأ ما في سبب إن نشكل حكومة، أو إذا واحد تحجج بموضوع الثقة واليوم قال شيء كتير مهم دولة الرئيس جوا، قال إنه فخامة الرئيس قال له من الأول إنه ما حيعطوك ثقة، ونحن بلغناه لما جينا لهون إنه ما رح نعطيك ثقة، قال هو حفظ هيدا الكلام من وقتها وهو ما بيقبل يألف حكومة ما عندها المسائية. قلنا له شو الفرق ما عندك مسائية بالتكليف، قال لا مسائية التأليف غير شيء. طب إذا عارف يا دولة الرئيس من 4 أشهر إنه نحن مبلغينك واضح إنه نحن ما رح نعطي ثقة، ليه تركت البلد 4 أشهر وما حاولت لا تحكي معنا تتقنعنا تنعطي ثقة، ولا عملت جهد لتأليف الحكومة، ولقيت إنه أنسب للبلد إنه يبقى بلا حكومة لأنك بتعتبر أنت ومن وراءك ومن داعمك أنه هيك بنترك البلد بلا حكومة بيصير في ضغط أكثر على المجلس النيابي تينتخب رئيس. فإذا نحن مالي ما أعرف ما تعطيني مالي ما أعرف ما تعطيني ليش بدك حكومة ليش بدك وزراء بالحكومة؟ فينا نكمل؟ هذا السؤال الأساسي كنا عم نسأل. تسمح لي كمل؟ فإذا كل هيدي الأمور يلي انقالت ويلي إلها شواهدها من وزراء ورئيس جمهورية وغيره تأكدت اليوم بالجلسة بأنه ما في ثقة من تكتلنا يلي ما بيمنع عن الحكومة أنها تحصل على الثقة. كانت حصلت على الثقة، اجت لهون وحصلت على الثقة مثل ما صار بالتكليف، قرر رئيس الحكومة أنه ما يعمل حكومة. وهيدا بيخدنا
وأنا هون عم بحكي من حرصي على الدستور. نحن بدي أرجع أقول نحن التيار الوطني الحر يلي كان موقفنا بتعرفوا قديه ضد اتفاق الطائف ورجعنا قبلنا فيه لأنه دستور. نحن اليوم عم ندافع عن الدستور تيبقى طيب تما يقتلوه، عم ندافع عن وثيقة الوفاق الوطني تتطبق وتما يصير فيها مثل ما عم بيصير فيها هيك. لأنه لما رئيس حكومة مكلف سقط عنه تكليفه اليوم حتى بنهاية ولاية الرئيس الجمهورية بيقول حكومة تصريف الأعمال تجتمع وتقرر، ليكو هيدا العيب الدستوري الكبير. اثنين بيقول رئيس الحكومة بيعين وزراء إذا اعتذروا وزراء، ليكو ملا كارثة دستورية عم نعملها. ثلاثة بيقول حكومة تصريف أعمال بتاخذ صلاحيات الرئيس وبتمارسها يلي النص الدستوري واضح 64 و 62 انه مش هيك، او انه الحكومة مش مجتمعة باكملها بتقدر تاخذ صلاحيات الرئيس، شيء يلي سنتين ونص مارسناه مع دولة الرئيس تمام سلام لانه ما كان فينا الا كل الوزراء مجتمعين مجلس الوزراء منعقدا ومجتمعا بياخذ صلاحيات الرئيس. عم نجي نكرس سابقة جديدة وضرب جديد بالدستور من اهل بيته. فإذا فكرت عدم إرادة وجود إرادة لتشكيل حكومة هي ضربة كبيرة كتير للدستور، والحال أنه صرنا بوضع فراغ رئاسي إجا فوقه فراغ حكومة وفي تعمد بالتفكير بأنه إذا شغلوا وزراء فراغ وزارة من عبيه بفراغ لأنه في وزراء بالوكالة عن بعضهم أو بسابقة دستورية خطيرة من هالنوع. والحال شو بيبقى قدامنا؟ واليوم صار فيه اعتراف من الكل جوا انه الحكومة لا يمكنها ان تجتمع، وانه اذا هذا غير دستوري، انه اذا لانه صار في تفاهم على هذا الموضوع بغض النظر نحن موافقين عليه او لا، اذا صار في امر طارئ بالبلد وانتم بتعرفوا قديه ممكن يصير في اوامر طارئة بالبلد بوضعنا، ساعتها تجتمع الحكومة اذا كل المكونات وافقت. يعني بكرة لا سمح الله صار مصيبة بالبلد ومكون ما وافق، شو بصير؟ انه هيدا المكون عم بيمنع البلد عم بياخده على الخراب لانه ما عم يقبل الحكومة انها تجتمع. واذا اجتمعت الحكومة معناتها كرسنا سابقة دستورية خطرة كتير، ومعناتها عم نقبل انه نعيش بلا رئيس حكومة بلا حكومة وبلا رئيس جمهورية، وكأنه هيدا شيء طبيعي. وبس مرة تجتمع الحكومة خدوا على سوابق وعلى تجاوز للدستور بهيدا الشكل. مشان هيك منيح اليوم انه تكرس بالمجلس النيابي انه الحكومة ما فيها تجتمع وما فيها تاخد قرارات وما فيها تاخد صلاحيات الرئيس ولو مجتمعة لانه هي حكومة تصريف اعمال. شو بيبقى عنا؟ بيبقى عنا في سلطة دستورية واحدة بالبلد هي المجلس النيابي، يلي للأسف اذا صار شيء من هيدا النوع بده يمكن يضطر لانه ما بقى في غير هيك انه هو يحل محل الحكومة ومحل رئيس الجمهورية وهو بتشريع ياخد القرارات المطلوبة. هل هذا هو روحية دستورنا؟ هل هذا هو اتفاق الطائف التوازن بين السلطات وتعاونها؟ أو بقينا بسلطة واحدة بالبلد واعتبرنا أنه ما عليها وديك السلطتين بيروحوا بكفي البلد عايش بشكل طبيعي؟ مشان هيك أنا عم بنبه اليوم أنه هيدا ضرب ونحر للدستور، ومشان هيك نحن عم نرفض وعم ندافع عنه. النقطة الثانية الانتخاب الرئيس، بموضوع انتخاب الرئيس لأنه كلنا كمان مجمعين على أولوية انتخاب الرئيس. نحن طرحنا شغلتين جوا بحب أرجع عيدهم قدامكم، وبعرف أنه اثنيناتهم ما في موافقة عليهم، بس نحن بلدنا ومجلسنا النيابي لن يكون بأي يوم من الأيام قادر فريق واحد منه أو مجموعة أفريقاء من جهة واحدة شو ما كانت التلاوين السياسية بالبلد قادرة تأمن نصاب 86 نايب أو أكترية 65 نايب. معناتها كل 6 سنين بغياب الوصاية، قبل كانت الوصاية تفرض الرئيس، هلأ بغياب الوصاية صار التوافق بالمجلس النيابي هو اللي بيحدد الرئيس. معناتها نحن كل 6 سنين لحنكون أمام فراغ رئاسي، وتجنمه بيكون إما عرفا نقبل بهيدا الموقع الأول إنه المكون هو خاصة لما بيكون في انتخابات هو يلي بيحدد بيحترم المجلس النيابي إرادته مثل ما عم بيصير برئاسة المجلس النيابي وبرئاسة الحكومة، أو منروح بكل جرأة على انتخاب مباشر من الشعب يلي هو بيمنع الفراغ
يلي بيعطي الصفة التمثيلية للرئيس ويلي بيحط الرئيس فعلا انه هو السانتر دو جرافيتي الدستوري بهيدا البلد، لانه هيدا دوره، بس هيدا دوره اللفظي مش الفعلي مش مش الحقيقي. وبالتالي ما في عنا حل اليوم للخروج من الازمه بظل رفض هالطرحين يلي قلنا لهم، لا العرف واحترامه من المجلس النيابي ولا التعديل الدستوري ومارسته بالانتخاب المباشر من الشعب. هيكون عنا حاله الفراغ هيدي يلي ما لها معالجه الا بالتوافق بين بعضنا على انتخاب رئيس. شيء منيح اليوم انه الرئيس بري اعلن عن جلسه الخميس الجاي ويكون دافع لنا نروح نشتغل فعلا على التوافق، لانه ما فينا نوصل رئيس الا ما نتوافق بين بعضنا على القليل 86 نايب. غير هيك عم نضيع وقت، عم نحرق وقت، عم نحرق اعصاب واموال اللبنانيين وما عم نامل لهم حل. انا ما عم شجع لانتخاب اي رئيس. نحن وضعنا اولوياتنا وتصوراتنا وقلنا متمسكين بالصفة التمثيلية اللي بيخدها بالمباشر او بالتجير، ولكن انا عم اقول في كتير بعتقد امكانية، في كتير اشخاص بيقدر نأمن لهم هيدا الشيء، تنأمن هالتوافق من خلالهم لانتخاب رئيس. ولن يكون بالبلد عقله بوجودنا وصاية نقبل يكون في وصاية علينا لا بتأليف حكومة ولا بانتخاب رئيس. طالما التيار الوطني الحر موجود نحن ما لح نقبل يتمارس علينا اي وصاية داخلية من اي حدا. لما ما قبلنا هيدا الشيء بوصايات خارجية ما لح نقبل بوصاية داخلية لا بتأليف حكومة واجبارنا على اعطاء الثقة ولا بانتخاب رئيس من خارج المعايير المسائية والدستورية المطلوبة. وشكرا. وانا قلت لما تحكي عن